يعتبر شرق السودان من أشهر المناطق في تصنيع السيف والخنجر والشوتال باعتبار أن هذه الأدوات أو الأسلحة التقليدية من السمات المميزة لأبناء البجا دون غيرهم من القبائل السودانية الأخرى، فسوق الحدادين بمدينة كسلا هو الآخر من أشهر الأسواق على مستوى السودان التي تجيد تصنيع تلك الأدوات والأسلحة التقليدية بحرفية تامة، فالخنجر على سبيل المثال من الأسلحة التي اختصت بها قبائل البجا حيث أصبح الخنجر من الأسلحة التقليدية والأدوات التي باتت ملازمة لهم في حلهم وترحالهم، فالتميز الذي عرف به الحدادين بسوق كسلة في تصنيع الخنجر جعل الطلب عليه متزاهدا من داخل وخارج السودان، خاصة من بعض الدول العربية الشقيقة كاليمن وسلطنة عمان، ويقول بعض الباحثين في هذا المجال من أبناء البجا أن الخنجر يعد رافدا من رافد الثقافة العربية المشتركة الجزور بين عدد من البلدان العربية هناك تواصل بتاع الجسور يعني ثقافية بين اليمن والسودان وسلطنة عمان وهنا السودان وخاصة هذا سوق سوق كسلة هناك يعني خناجر مفضلة عند العمانيين لأنه بالنسبة لسلطنة عمان الخنجر شعار تقريبا قومي ووطني تستعمله الوزراء والسيد السلطان وعشان كده بياخدوا مننا انواع يعني من هنا ذات مواصفات عاليه ويضيفوا عليها بعد ذاك الترسيع بالجواهر والفضه والحجارة القديمه عندك الخنجر من المنطقه بتاعت الرغه شمال غرب سوريا محافظه الرغه الى منطقه تايز جنوب اليمن باب المندب كده الى غايه راس الخيمه في المملكه في اقصى شرق شبه الجزيره العربيه الى منطقة يعني بابل في اقصى شمال العراق كل الاستعمالات في الخنجر قد تكون عندها قواسم مشتركة ده الخنجر طبعا بلغة الـ 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 المنطقة او البيجا والعامة اللغات الشرقية دي يقولوا عليه هناك هناك معوج هناك هنجر هناك هنجر دي بلغة البيجا عامة يعني او صوت الكروف بلغة, البني بلغة البن عامر بلغة البن عامر بيقول كروف كروف برضه معوج ها هاي ها طبعا بتجينا مع بعض الاحيان طلبات من الخليج عمان واليمن والسعوديه كل كل واحد بيطلب الشيء اللي منه له كم مرسوم او الواحد بيجيب لي كلام كده بيوريني كلام وانا بنفذ له الشغله من العودة لحدي حديدته ده طبعا اكثر حاجه بيطلبونها السعوديه، ده السعودي براو الخليج واليمن و ده براو. اما الشوتال لأ فهو ذو خصوصيه بجاويه التصنيع والاستخدام، فالشوتال بات علامه بارزه ومميزه لابناء الشرق عبر التاريخ، واصبح فيما بعد شعارا لقيادة الشرقيه فضلا عن استخداماته القتاليه في الحروب وفي الدفاع عن النفس. بعدين ده ده الشوتال علامه الشرقيه في ده كان وال ال 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 الزعيم عثمان دقنا فحقيقه الشوتال اصبح فيما بعد رمز لقوه دفاع السودان اللي هي سودان ديفينس فورسي أرتة العرب اللي هي ابناء الشرق ابناء البجه هم المكون الاساسي لأرتة العرب وكان يستعمل الشوتال واحد من الادوات القتاليه بتاعتهم واصبح فيما بعد رمز للقياده الشرقيه في قوات الشعب المسلح. الشوتال علامة مميزة لاهل الشرق كلهم الان، يكفي انه الان هو شعار الولاية كلها. والشوتال يعني بجانب انه يؤدي المهام بتاعة الضبيحة وكذا، زمان اهلنا البج الاقدم بيستخدموه حتى في الحلاقه، الصلعه دي تحلقه بالشوتال ذاته. فيما يظل السيف سيدا لتلك الاسلحة التقليدية والادوات، فتصنيع السيف على وجه الخصوص يمر بمراحل متعددة وعبر مجموعة من الحدادين المهرة تبدأ عملية تصنيعه باختيار نوعية الحديد والذي عادة ما يكون من أفضل الأنواع السيف طبعا بنصنعه من الحديد الصلب اللي هو الياي بتاع العربات وتاني عندك الياي بتاع سكة حديد الياي سكة, سكة حديد ده أجود أنواع الياي طبعا ياي تمام التمام ياهونا يعني شقة نصين ونعمل منها سيوف دي المرحلة أول حاجة تبدأ بالتفصيلة بعد ذاك بنسحب بنسحب بيسحبوه الصناعي والوسطى سوا بعد ذاك نروحه نروح الرواحة ياخد نار ياخد نار عشان شوية يطيعك في الشغل عشان يكون لين طايع بعد ذاك يعني في حاجة اسمها التركينة التركينة دي النظافة نطلع منه القشرة بالموية آه بعد ما نطلع منه القشرة بالموية في زول يبرد نوديه للبراد يبرد توصلوا لنا المرحلة دي بعد المرحلة دي عندنا سجاية سجاية بالزيت الزيت المحروق بتاع العربات ده عشان يبقى لين طري يعني لما تتنيه كده يكون راجع محله طري مرة واحد صلب أكتر من أول بعد السجاية بالزيت يا هون في السندالة هنا بعد ما نستعدله نديه سجاية بالموية بعد السجاية بالموية بيرجع تاني للزول الببرد ببرد مبرد ناعم قبل كان بيخشن طبعا بعد المبرد الناعم يديه صنفرة يبيضه بعد البياض طبعا ده يكون انتهى منه هسي يجينا راجع ان إحنا بنعمل فوق البرشم ونعمل فوق العود ونديه للجلادين هناك ديلاك كمان عندهم شغل غايم بيزاته بيقوموا يعملوا له شنو يبردوه يسنوه يبقوا السنة سنينة مرة واحد وتاني بعد داك بيقوموا يعملوا له الريشة والقايم يعملوا له البيت هسي كده يكون سيف جاهز ولم يرتبط السيف كغيره من تلك الأسلحة التقليدية أو الأدوات بشرق السودان فحسب وهناك العديد من القبائل السودانية التي اشتهرت به غير أن السيف عند البية له قيمة جمالية ومصدر تفاؤل لكثير من المناسبات من القبائل التي تستعمل السيوف هنا في السودان يعني عندك القبائل السيف الدكري تستعمل قبائل الشكرية والبطاهين وأغلب قبائل الجالين يتميزوا بالسيف الدكري والكار المغربي، أما قبائل الهدندوه يحبذوا الكار والسليماني، و الهدندوه في شرق القاش يفضلوا السليماني، من غرب القاش أنت ماشي من كسل لغاية درديب، المنطقة الغربية يفضلوا الكار، والسيف الدكري برضو تتميز به أقصد السيف القرادي. القرى تتميز به قبائل بني عامر والهباب وخاصة قبائل النابتاب وزينة يعني مع السديري والسواكن دي لما يكون شايل حامل سيفه اكتملت الصورة الجمالية للرجل البجاوي هو يعني يؤكد الشهامة والرجولة والفروسية وكمال الرجل البجاوي في حمله للسيف وهذا السيف برضه كذلك بأسماء ذكرتها قبل شوية يجب أن يكون مفضض على يعني القائمة المقبض بتاعه مفضض الريشة تكون موجودة بيت الجفير بتاع البيت لازم يكون مزين وجميل وبيعلقوا فيه بعض الكشاكش شفتها دي أو أشياء جمالية قيمة جمالية هذا السيف يمنح الرجل البجاوة أو أي إنسان سوداني جاي قيمة جمالية وفيها رؤية للرجل المتكامل السيف له أغراض متعددة، واحدة منها القيمة الجمالية اللي ذكرناها دي وهو فأل حسن للإنسان البجاوي لأنه كل إنسان بيجاوي وقت الزواج لما يربط الشال الأحمر ده برضه بيكون شاي سيف، ولو أنت عينت كده تميزت وتفرست في الرجال بتعرف العريس بسرعة، لأنه واقف كده هيئته مختلفة، شاي سيف مزين إلى آخره، وهو كذلك يعني في النهاية هو أداة للقتال يعني. وحماية النفس أبو نجمة من أمهر وأشهر الحدادين بكسلة أحدث هذا الحداد نقلة في صناعة تلك الأدوات حيث أدخل عليها بعض الأجهزة التي تعمل كهربيا فأضاف إلى صناعته التقليدية بعدا آخر مكنه من التخلي عن العديد من الآلات التي كانت تأخذ منه الكثير من الوقت كما أنه أصبح يجيد صناعته لوحده دون تدخل الآخرين الحمد لله الزمن التطور جاتنا الآلة فأنا يعني حكاية أجيب الصناعي ويشتغل لك ويجيب مبرد بمبلغ عشر اتناشر ألف طرأت لي الفكرة بتاعت أنا كنت حدادة فرنجي مثلا بالآلة الكهربية ليه أنا ما أجيب حجر الجلخ ده ليه أنا ما أجيب الحجر الناعم للتلميع والصنفرة اللماعة بالكهرباء سريعة جدا جدا والقشط بالكهرباء والسنة بالكهرباء والثنب بالكهرباء شفت كيف؟ فالحمد لله يعني وجدت الملكة أنا جاهز من هناك جيت الأفرنجية دي دخلتها طوالي عملتهن هنا مزدوج هذا بلدية بآلة أفرنجية الأفرنجية دي سهلت لي لكن الأصل جواي هنا البلدي ما تغير ما تغير كله كله بس الآلة سهلت لي في مراحل ريحتني جدا جدا يعني القشط والسن والتلميع والحاجات دي زمان كان بنعاني منها بنعمل له آليات والآلات بتطلع وجيب الجراب والكور والقدة وبتاع لكن حتى ما في بس تدوس الجرزر يديك هواء زي ما أنت داري واللي عليك النار السودان غني بموروثاته التقليدية وبالصناعات اليدوية المميزة ولكل منطقة فيه خصوصية تميزت بها فشرق السودان عرف عند السودانيين بإجادة صناعة الخنجر والشوتال والسيف بل يمثل السيف عند أهل الشرق فعلى خير لكل خطوة يخطوها البجاوي على البسيطة خالد بشير الشروق ولاية السلام